راهو تتبع تعليمات آمرة المباشر راهو من طاعة الله عز وجل. كلام آمرة طاعة آمرة من طاعة الله عز وجل، واضحة العملية. نبوكم تلتزموا بس بالضبط والربط واحتياجاتكم ونواقصكم وبرنامجكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بالنسبة لعتادكم على حسب الموجود تقاتلوا به بإذن الله. ما شاء الله عليكم أنتوا رجال وخاشين في معارك من قبل، وعليكم اعتماد كامل، وهلكم وعائلاتكم خلفكم في ظهوركم، ونحن راهو رافعين روسنا بيكم، وعندكم عادل سلطان ومن ثاني؟ رمضان جمل. كندي علم. كم فصيل يا؟ فصيلين 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 فصيلين. المطلوب منكم الضبط والربط فقط. بالنسبة للمحاور التلفونات والتصوير ممنوع منع بات. التصوير في المحاور. الجيش بعد ما يتقدم عشرات الكيلومترات صوروا عادي مش مشكلة. لكن واحد تافه نشوة الانتصار والفرح ويقدر يصور في تجمعات آليات وكذا يستغلها العدو، وانتم عارفين شنو العواقب. نحن ما نبوش الكلام هو بكل. الرسول عليه السلام قال مسلم كيس فطن. التزموا بالضبط والربط واسمعوا كلام امراكم، وراني معاكم انا وماشيين مع بعضنا، اللي بينا بعضنا، والقتال على حسب الامكانيات الموجوده. واي واحد عنده مشاكل اجتماعيه ولا شخصيه ولا اللي هي، نحن خوته وهلا، وما يفكر في شيء يفكر. وان شاء الله ربي يعيننا. وهذه لحظة تاريخية بالنسبة لقبيلة ورفلة بالخصوص، نحكي بالخصوص. أنتوا واجهة مدينة 55 قبيلة ولا؟ أنتوا الواجهة، أنتوا واجهة قبيلة بن وليد، أنتوا اللي بترفعوا رؤوس قبيلتكم، أنتوا اللي بترفعوا رؤوس القبيلة. نبوكم تلتزموا بالضبط والربط، الله يرحم والديكم. اي واحد عنده مشكله مع اي حد، التصرفات الفرديه ممنوعه. تعال بلغ امرك، وامرك المباشر يحل المشكله نتاعك. واضح الكلام؟ واضح. ما بديش نطول عليكم، عارف انا المعنويات، لكن راهو المرحله اللي انتم قاعدين فيها اجتزناها نحن، جربناها وتهجرنا وياما صار فينا، ونصرنا الله عز وجل. والله ربي نصرنا بقله قليله، الله العالي في سماه وحده كلمتكم، وخلوكم يد وحدة، وانتو تريس قبل وتوا وبعدين. نحن عندنا مدينة مصراتة نشوفوا فيها كيف الكعبة، لازم نزوروها، لازم نزوروها. تمام. الموضوع مش تار ولا حقد ولا عنصرية ولا قبلية، لا بالعكس، الموضوع عقائدي صرف، الموضوع مشرعا من الله عز وجل. نحن تهجرنا وتأذينا وياما صار فينا ولا؟